اولا احنا ما لا نتمناه ان نصل الى سنه بيضاء، وهذا بالطبع راه الان الاسر ديال الطلبه والطلبه ديال كليه الطب والصيدله وجراحه الاسنان الان كينتظروا ان جهامه تدخل، وخاصه انه رئيس الحكومه من مسؤوليته انه عندما تكون هناك صعوبات في الحوار ما بين طرف معين مع وزير معين سيد رئيس الحكومه يتدخل. ولنا تجربه ناجحه في هذا المجال خاصه في الاضرابات ديال التعليم اللي عطات الاكل ديالها، والطلبه رجعوا التلاميذ رجعوا للاقسام ديالهم، والاساتذه تحلات المشاكل ديالهم ومرتبط بالنظام الاساسي. نعتقد انه الان المده بدات تطول، بدات المساله تتعقد. نعتقد انه الا كان السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي اولا يغير الموقف ديالو والطريقه ديالو للحوار مع الطلبه، لان هادو الطلبه راه اطور ديال غدا ديال الدوله، واللي المغرب محتاج اليوم راه عندنا خصائص تقريبا ديال 35 ألف طبيب، ومتى سيمكن تكوين وتغطية العجز الحاصل عندنا في القطاع العام وحتى في القطاع الخاص. نحن في حاجة، وحنا مقبلين على تنظيم كأس العالم، خص تكون عندنا مستشفيات في المستوى وعندنا أطباء وممرضات وممرضين اللي غيكونوا قادين على أساس يلبيو الطلبات ديال العلاج والاستشفاء الحالات اللي هي غتطلب داكشي. لهذا نعتقد أنه اليوم السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أنه يعيد النظر في طريقة التواصل أولا مع الطلبة، لأنه هذا ماشي ما لا يتعلق الأمر بمسألة سيادية، بل بالعكس هذه مسألة بليدوي ديال الطلبة ممكن أن تقنعهم بأنه 6 سنوات أفضل من 7 سنوات، لأنه مع التطور اللي كاين في المجال ديال العلوم والتكنولوجيا الطبية، واليوم الحديث على الذكاء الاصطناعي اللي دخل هذا المجال بشكل قوي وغير واحد العدد ديال المعطيات. دونك خصنا نكونوا نشوفوا في الأفق، ولكن المغرب في حاجة إلى أبنائه، لأنه العجز كبير بالنسبة للأطباء، وحنا في حاجة راه في الأسر كاين البادية اليوم اللي ما فيهاش ولا طبيب واحد. لهذا نعتقد أنه خص تدخل بسرعة سواء من طرف الوزير المعني بالأمر أو السيد رئيس الحكومة من أجل حل المشكل والعودة إلى الدراسة.